الأصحاح الثاني. ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار، فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء، فلما حدث ذلك الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فاحتاروا وتعجبوا وقالوا: أما هؤلاء المتكلمون كلهم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا بلغة بلده؟ نحن من برثية ومادية وعلامة وما بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنطس وأسية، وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية المجاورة لقيرين، ورومانيون مقيمون هنا، وكريتيون وعرب، يهود ودخلاء. ومع ذلك نسمعهم يتكلمون بلغاتنا على أعمال الله العظيمة. وكانوا كلهم حائرين مذهولين، يقول بعضهم لبعض: ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين: أسكرتهم الخمر. فوقف بطرس مع التلاميذ الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، أصغوا إلى كلامي واعلموا هذا: ما هؤلاء سكارى كما تظنون؟ فنحن بعد في التاسعة صباحا، وما هذا إلا ما قاله النبي يوئيل، قال الله: في الأيام الأخيرة أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيد رجالا ونساء أفيض من روحي في تلك الأيام، فيتنبؤون كلهم، وأعملوا عجائب فوق في السماء ومعجزات تحت في الأرض، يكون دم ونار ودخان كثيف، وتصير الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم، يوم الرب، فمن دعا باسم الرب يخلص. يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام: كان يسوع الناصري رجلا أيده الله بينكم بما أجرى على يده من العجائب والمعجزات والآيات كما أنتم تعرفون، وحين أسلم إليكم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق صلبتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين، ولكن الله أقامه وحطم قيود الموت، فالموت لا يمكن أن يبقيه في قبضته، لأن داود يقول فيه: رأيت الرب معي في كل حين، فهو عن يميني لئلا أضطرب، لذلك فرح قلبي وهلل لساني، وجسدي سيرقد على رجاء، لأنك لا تتركني في عالم الأموات ولا تدع قدوسك يرى الفساد، هديتني طريق الحياة وستملأني سرورا برؤية وجهك. أيها الإخوة، دعوني أقول لكم جهارا: مات أبونا داود ودفن، وقبره هنا عندنا إلى هذا اليوم، وكان نبيا، فعرف أن الله حلف له يمينا أن من نسله يقيم من يستوي على عرشه. ورأى داود من قبل قيامة المسيح وتكلم عليها فقال: ما تركه الله في عالم الأموات ولا نال من جسده الفساد. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن كلنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه علينا، وهذا ما تشاهدون وتسمعون. فداود ما صعد إلى السماء وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم بنو إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا،
فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم، فقالوا لبطرس وسائر الرسل: ماذا يجب علينا أن نعمل أيها الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح، فتغفر خطاياكم وينعم عليكم بالروح القدس، لأن الوعد لكم ولأولادكم ولجميع البعيدين بقدر ما يدعو منهم الرب إلهنا. وكان بطرس يناشدهم ويعظهم بكلام آخر ويقول: تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. فالذين قبلوا كلامه تعمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة، وتمت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل، فاستولى الخوف على جميع النفوس. وكان المؤمنون كلهم متحدين، يجعلون كل ما عندهم مشتركا بينهم، يبيعون أملاكهم وخيراتهم ويتقاسمون ثمنها على قدر حاجة كل واحد منهم، وكانوا يلتقون كل يوم في الهيكل بقلب واحد، ويكسرون الخبز في البيوت، ويتناولون الطعام بفرح وبساطة قلب، ويسبحون الله وينالون رضا الناس كلهم. وكان الرب كل يوم يزيد عدد الذين أنعم عليهم بالخلاص.